في عيد التراث الفلسطيني السادس تتجدد ليالي الصيف بمجموعة كبيرة من الفعاليات للحرفيين والفنانين والمنتجين الفلسطينيين، بالإضافة إلى منتجات الجمعيات النسائية والشبابية التي تعنى بالتراث الفلسطيني الحرفي والفلكلوري، والعديد من الفعاليات الهادفة للأطفال والشباب ولكافة أفراد الأسرة. نحن في جمعية الروزنة يعني بنهتم بالأساس في الريف، وإحنا برأينا أن الريف يعني جميل، والريف مكان يعني مش فقط يعني ممكن نعيش فيه الماضي والحاضر والمستقبل، ولكن أيضا مكان اللي ممكن نستكشف فيه أثار فلسطين وتاريخها وقصص جدودنا. المهرجان شمل هذا العام على مجموعة من مسارات السير السياحية المصممة كالمسارات الصوفية التي تمر عبر خيرة المناطق الريفية لاكتشاف الطبيعة الفلسطينية الخلابة، ووقفة عند المزارات والأضرحة فضلا عن الآثار المهملة للمواقع التاريخية. بتصور انه يجب ان تكون كل قرية فلسطينية وكل مدينة عندها نوع من المهرجان الشعبي. هذا تراث فلسطيني من ايام اجداد اجدادنا، تراث هذا بيرفع الراس، ضل ذكريات، ذكريات النكبة، كيف كنا عايشين اول، كيف كنا عايشين الايد. على مدى 5 أيام من فعاليات أسبوع التراث، استضافت البلدة القديمة من بير زيت أهل الريف للتلامس مع تقاليد الحياة هناك وتذوق الطعام الفلسطيني الشهي. معارض فنية وعلمية، جلسات أدبية، مسرح يتغنى بإبداع الشباب الفلسطيني، هكذا تحولت البلدة القديمة من بير زيت إلى بلدة ريفية تاريخية تنبض بالحياة. تقوى طلة، تلفزيون وطن، رام الله.